بطرح سؤال على نخبة وناس وناس كل الناس وفخامة الرئيس ودكاترة المعاهد الفنية والأدب قسم مسرح ومستوي على النقابة وفنانين محترمين، إيه هي حرية التعبير؟ الله، فخامتك يا ريت تقول لنا بقى إيه هي حرية الرأي؟ وهل حرية الرأي هي حرية التعبير؟ ويعني ايوه، ايه راي فخامتك في هذا الراي؟ وفين بقى في مجمع التحرير سعادتك؟ وهذا الراي تمام وميه صافي اكياس قوات مسلحه فاحيا مصر، مش مهم الوصف، المهم الكيس، وبنحب الرئيس ويلا نهيص وحريه الراي. ايوه بس فخامتك ما عجبكش فيلم الارهاب والكباب. فخامتك فيلم الارهاب والكباب ضد الحكومه بتاع احمد زكي، الافلام دي ضد السلبيات حضرتك. فخامتك الافلام دي افلام عظيمه، واذا كانت اتسببت في ثوره 25 يناير 2011 فهي لديها الفضل على سعادتك وفخامتك ان خليتنا نتمتع نبقى حضرتك الرئيس، يعني فضل عليك وفضل علينا. انت الرئيس 2011، لولا 2011 عمرك ما كنت هتبقى الرئيس، مش كده فخامتك؟ فخليك حلو على الفن بقى، عشان الفن مسكين جدا، مسكين الفن، حتى النخبة بتهاجمه. فيلم ريش اتهاجم من البرنس التنوير خالد، الاستاذ خالد منتصر، وده رد حد استاذ دي استاذي عليه، أستاذة فاطمة نعود، ممتازة جدا في هذه الكلمة، الفن مرآة مصغرة لما يحدث بالفعل في الواقع وليس العكس، ولكنها شكرت حد ما ينفعش يتشكر، لأن آخره يجري ورا المشاهير ويتكلم مع المشاهير. صمت المتفرجين شيء صعب قوي، فما بالك بصمت النخبة، وما بالك بصمت النقيب نفسه وصمت الفنانين ومخرجين كبار. فاكرين مسلسل عمرو يوسف اللي المتنورين نادوا ان هم يمنعوه؟ ماشي قول رايك، لكن ما تفرحش قوي ان في فن اتمنع، خليه يقول رايه في مسرحيه سليمان خاطر جرحي، يقول رايه، وقول انت رايك في مسرحيه تانيه مختلفه، لكن ما تحجرش رايي. انا مستعد اقعد معاك، ما تخافش، انا ما بعضش، ما تبقاش خايف كده. يا دكتور اشرف يا زكي، انا مستعد اقعد معاك ومستعد اناظرك وش الوش، ويا ريت تقول لنا في الميديا وفي التلفزيون ايه هي حرية الفن. ما تفتكرش ان احنا